عندي طبق تاني جندوفلي او عملنا الرنجة، ده نسيت الرنجة. الرنجة بقى جبنا رنجة حلوة، جبنا رنجة دي ما فيهاش ملح، وعملنا لها خلطة حلوة قوي في الخلاط، فلفل اخضر وحطينا لها بصل اخضر وبصل احمر وحبة برضو ليمون وحبة خل وحبة زيت زيتون وبهرب سن شطة وحبة طحينة، وضربناها زي ما حضراتكم شايفين الطبق الشياكة الحلو ده، طبق عسل يعني. اللي هيعمل الطبق ده انا عارف هيعملوا كمية وتحط في التلاجة زي ما اتفقنا، وبرضو بيبقى ماشي مع اي اكل او حتى لو لوحده مع رغيف عيش عادي جدا. انا من الناس دي، ما اعرفش في ناس تعمل كده ولا لا، بس اهم حاجة زي ما اتفقنا ما يكونش فيها ملح. طيب الطبق الرابع هو الطبق الاخير بحضراتكم، طبق جندوفلي أزأزة وطعمه حلو، بس اهم شيء يبقى معمول بنظافة. ليه؟ مش عشان يبقى نظيف بس، لا، عشان الحاجات دي تبقى بالبلدي كده فيها رمل، الحاجات دي كلها جايه من قاع البحر، فبالتالي الافضل ننقعها شويه لحد ما الاقي الميه زي ما حضراتكم شايفين كده تكون بتبرق، واسيبها شويه. وبعدين هقول لكم سر تاني برضو في الميه دي، انا رامي بق خال برضو، جزء كبير جدا من التطهير، وبيبقى برضو يعني بيساعدني اللي يصفي اي شيء. بص بص المنظر، بص الجندوفلي دي الميه عملت ايه، بص يا صح يا ولد، يا صح يا شكلها. بص المنظر، شايف الاضافه من جوه عامله ازاي؟ الطبيعي بيبقى فيه حاجات غامقه شويه، انا بتكلم بكل وضوح وصراحه. بص ده، بص الميه عامله ازاي، هو ده. بص الميه الاخر عامله ازاي هيما، بص تعالى 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 اهو اهو اهو، شايف شايفها انت تحت، شايفها باينين، بس خلاص ده اللي انا بتكلم عليه. هنعمل هنعمل كده نشتغل، اقول لك لا، تعالى معايا على الحوض ومش تخسر حاجه كده. شطفه سريعه تاني بقى، بص الرمله انت معايا هنا ولا هناك ولا انت فين؟ بص بص الرمله فين؟ ده مطب ممكن اي حد في الدنيا ممكن يقع فيه، مش حلو. فالصح والمظبوط حاجتنا تبقى معلش مهم جدا نعمل ده تمام لحد كده، تمام وزي الفل. وبعدين والله عايز اعمل لهم طشه حلوه، لان الحكايه هنا الطشه هي اللي بتاكل، او الطعم اللي موجود جوه اللي بياكل. تعال نشوف هنعمل ايه. كاسرول او طاسه فاضيه سخنه جدا، حلو كلام كلام جميل. وبعدين يا شيف يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ايه بقى؟ طيب هخش بحته زيت زيتون، خدوا مني الطريقه دي بقى لسه على بالي دلوقتي. يعني سن زيت زيتون قد ايه؟ معاها الجزرايه، معاها بصلايه مش كتير، معاها كمان حبه كرفس شويه، مع زيت زيتون. مع زيت زيتون. طيب وابدا اشوحهم تشويحه سريعه كده، مش محتاج منهم تسويه كتير الصراحه، بس انا عايزهم يدبلوا سيكه كده. انا عامل لهم كمان حاجه جت على بالي، هو الطبيعي بنديهم طشه بالخل ونقفل. طيب جربنا اللي هعمله دلوقتي، لا ما جربناش. ايه اللي هتعمله دلوقتي؟ هاخد في الطشه مغرفه مرقه من بتاعه الجمبري يا شيف، والله عودوني مش هنخسر حاجه. بص كده هي، معلش معايا، ادي مرقه الجمبري، شايفها يا فندم؟ شايف تمام جدا. استنى بقى نصفيها عشان ناخد ميه بقى ايه صافيه كده. شوف 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 المرقه عامله ازاي، جزرايه، بصلايه، حبه خضار من اي حاجه، كرفس، كرات، ورقه غار، ليمون، حطهم مع حبه قشر جمبري مع سلسله سمكيه حلوه، وابدا بعد كده اروح سيبهم يغلوا مع نفسهم ساعه ولا بتاع، يطلع لي مرقه اشرب منها رز، اعمل منها طشه زي ما اشتغل بيها دلوقتي. طيب انزل بايه دلوقتي بقى، شوف اللي جاي. بسم الله، سيبهم سيكه بترقعوا على النار السخنه اللي بتكلم عليها دي. وطبعا الحاجات دي كمان لما بتنزل النار بتفرق كتير، تبدا بقى تطرقع. حضراتكم شايفين كده، بص الملامح، شوف الكلام. وتعالى بقى كمان نتبل بايه بقى يا شيف، حبه ملح حلوين، سنه كزبره بسيطه مش كتيره، وتاتش كمون، ومن عندي تاتش حبهان. بص قد ايه يعني، ربع فص ما يكملش يعني. وارجع تاني، ولو عايز بقى ابوظها بقى وابوظ الدنيا، تعالى قرن فلفل في بالمناسبه، يعني دي تست عالي جدا.
نحط مرقه ولا نعمل ايه؟ اقول لك لا اتفشى بقى، يلا بينا. حبه خل، بسم الله، بس كده. حاضر، شوف حبه الخل عملوا ايه، ريحه تانية خالص. وثانيه واحده، ده حاجه مهمه. حاضر، خد مني دي كمان بقى، ما ترجعش بقى. تاتش التوم ده كمان. حلو الكلام لحد كده، كلام زي الفل. وبعدين هجيب عندي مغرفه حالا. بص بقى الكلام، واحده بس مرقه جمبري، اوبا، بس كده، شكرا. وبعدين يا شيف غطي وسيبهم خمسه. هنا هانم، صباح الفل. صباح الخير يا شيف. اهلا وسهلا بيك يا فندم. عامل ايه؟ نحمد ربنا ولكم فضله. شكرا على الاكلات الجميله اللي بتعملها لنا. شكرا لله يا فندم. لا شكرا على واجب. كنت عايزه اسال حضرتك عن طريقه كويسه لشوربه الخضار. يا سلام عليا الاثنين. حاضر. حضرتك حابه الخضار شفاف ولا بالكريمه؟ الشفاف اكتر، اللي هي الطريقه بتاعت امهاتنا العاديه. العاديه. طيب عندك مرقه جمبري او مرقه عامه ولا؟ مرقه قشر جمبري زي اللي كنت بتكلم عليها دي. تمام، حاضر. او انت الخضار هتعمل، انا اسف، شوربه خضار قلتي ولا شوربه ايه بالظبط؟ انا اسف، خضار. شوربه خضار بالفعل. لا، يبقى مرقه عاديه ساده. انا اسف، مرقه ساده مش جمبري. تمام. معلش ضربت معايا شوربه سي فود. اتفضلي يا فندم. حاضر، حاجه ثانيه؟ كنت كلمتك الاسبوع اللي فات وقلت لك على ملوكه بنتي اللي هي متابعاك ان هي سنه ونص، ولما تتكلم بقت تقول عمو علاء يا حبيبه قلبي. فانت قلت ملوكه القمر. ايوه طبعا ملوكه القمر. طبعا مكالمه. كل يوم بقى تصحى الصبح تقول لي عايز عمو علاء يحب ملك يا حبيبه قلبي. سنتين فعايزاك تسلم عليها تقول لها هي اسمها ملك. اديني ملك القمر. لا اي حاجه، كلمي عمو علاء. الو ازيك يا حلو؟ لسه صاحي شايفها. صباح القمر والعسل والقشطه على القمر، الكل ده. ايه جميل، انت عامله ايه؟ شكرا يا شيف. ربنا يحميها لك يا رب، ملوكه القمر. ربنا يحميها لك يا كل بناتنا. تسلمي. ميرسي جدا، شكرا. صباح الفل والسعاده. ربنا يحميها لك يا رب ويحمي كل بناتنا. افندم. ايه؟ مروه هاني. استاذ علاء. صباح الفل والسعاده. صباح النور. اهلا وسهلا بيك يا فندم. إيه؟ الحمد لله كله بخير. تسلم ايد حضرتك. شكرا. والله على كل الاكلات اللي بتقدمها لنا. تسلم يا فندم، ربنا يعز حضرتك، كتر خيرك. تسلم. كنت عايزه اشترك مع حضرتك لجوزي في المسابقه. يا سلام، تنورونا يا فندم. حاضر، اوامر. الله يخليك. تسلم يا رب. حاجه ثانيه؟ الله يخليك. وعايز اسلم على حضرتك. مين؟ جوزي عايز يسلم على حضرتك. اسمه ايه؟ محمد علي. اديني يا استاذ محمد. اتفضل. الو. اهلا ازي حضرتك. صباح الفل يا استاذ محمد. اهلا بيك. الله يخليك. والله اخبارك ايه يا فندم؟ كله بخير. بحبك جدا. الله يخليك ويعزك، كتر خيرك. الله يخليك. صباح كله هنا وسعاده يا رب. تسلم. الو. ايوه، ممكن اشارك معاك في البرنامج؟ يا سلام، تنورنا يا استاذ محمد. والله على راسي. حاضر. الله يخليك. حضرتك هتجي لنا بقى تطبخ ولا المدام اللي تطبخ؟ لا انا. انت؟ طب انت بتطبخ في البيت كويس ولا هتيجي تجرب فينا؟ والله انا بعمل حاجات كتير كويسه جدا، ويعني ان شاء الله اعمل لك حاجات كويسه. ممكن نورنا وتشرفنا. بس خد بقى، ممكن اعمل الكبده الاسكندراني. ايوه، واعملها لك بطريقه تحفه يعني. يلا بينا يا باشا، انا اشتريت الكبده الاسكندراني خلاص. تمام، اتشرف يا حبيبي. حالك الله يخليك، الشرف لينا. حالك في القدروس، سجل بياناتك وتنورنا ان شاء الله. حاضر يا فندم. ريتاج. الو. اهلا اهلا ريتو، ازيك؟ انا بحبك قوي شيف علاء. مش قد يا ريتو على الدخله الحلوه دي بقى. الله، ايه الجمال ده. انا اتعلمت منك اكله البيكاتا، ونفسي اشتغل، نفسي اطبخ معاك. تطبخ معايا؟ ده انا اطبخ لك بايدي. يلا بينا. انت عندك كام سنه يا ريتو يا قمر؟ انا عندي 12. ما شاء الله عليك. يلا حالا في الكنترول، سجلي بياناتك وحضري طبق حلو كده. واختي رزان عايزه اتكلمك. مين؟ اختي رزان عايزه اتكلمك. يلا دهان. الو. 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 اهلا اهلا، ازيك يا ردان، اخبارك ايه؟ الحمد لله. عامله ايه يا جميله؟ الحمد لله. ايه اخبارك في المطبخ؟ بعرف اطبخ مع ماما وبعمل كل حاجه. يعني هتيجي تطبخي مع اختك ولا لا؟ طب يلا سجلي حالك في الكنترول عشان تنورينا ان شاء الله. ماشي. سلمي على بابا وماما كتير جدا. ربنا يحميك يا حبيبه قلبي، ما شاء الله. ايه هانم. الو. صباح الفل، ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم، اخبارك ايه؟ يا رب تكون دايما بخير يا رب. والله فضل وعدل يا فندم. والله يا شيف، ربنا ربنا كرمك بجد ان ولادي كلهم بيحبوك ما شاء الله. يعني احنا محظوظين يا فندم والله، بشكل رهيب. محظوظين يا فندم والله. ربنا يرضي سيادتك يا رب. ربنا يرضي سيادتك. كنت بص عايزه طلب من حضرتك، بس عايزه طريقه بيتزا تكون، بس عجينه بيتزا بس تكون ناجحه. طيب حاضر، اوامرك. تمام، عشان انا دايما ما اعرفش بتنسف مني، ما بتبقاش مظبوطه. حاضر حاضر.
وكنت بقى طمعانه في حضرتك يعني ان ولادي يشتركوا مع حضرتك في المسابقه. دول ينورونا يا فندم ويشرفونا. ايوه حمزه. حاضر اوامرك. ممكن في الكنترول نسجل بياناتنا ان شاء الله؟ متشكره جدا لزوجتي. شكرا لله استكون. شكرا لله. حاضر. طيب انا بغرد دلوقتي الجندوبلي. مفيش حاجه ثانيه خلاص انا ظبطت كل حاجه، لقيت طبق لطيف. مين يغرف فيه بقى كده؟ بص الجندوبلي عامل ازاي؟ شوف بص الصوص ده. انسى. شوف المنظر. عشان بس العدل. بس خلاص. انا شايف ان كده زي الفل قوي، بس نديها ايه في الاخر بقى، تاتش فلفل اسود بالهنا والشفا لحضراتكم. ادي المنظر، شوف عامل ازاي ابراهيم. شوف حاجه الاجه، حاجه يعني معموله كده ما كملتش معانا. تعالى